ان ظروفنا يعني ممكن تقهرنا، تخلي الواحد يستغنى عن حلمه ويستغنى عن نفسه ويستغنى عن ارادته تحت اسم القدر والمكتوب. ايه مالك؟ ما بتقدش عليا ليه؟ لو سرحتني هتريحني وتريح نفسك. لا هريحك ولا هريح نفسي. يعني احنا كده مرتاحين؟ هلا واضح ان المسألة صعبة بالنسبة لي، انا ليه يد في الموضوع ده مش كده؟ انا مش عارف اشرح لك اقولك ايه. هلا انت ممكن تستغني عني تحت اي ظرف من الظروف. ظروف ايه؟ المكتوب زي ما قلتلك قدر، يعني زي موضوع استشهاد شاهين اخويا وظروف مراته. ايه ده؟ اظن ان انا كده فهمت. فهمت ايه بالظبط؟ فهمت اللي انا كنت المفروض افهمه من مدة وما فهمتوش. انت هتتجوز بوسينة مرات الشهيد مش كده؟ هما اللي عايزين. انا مش عارف. كويس ان احنا عرفنا، وعشان ما تزعلش انا كمان لو كنت مكانك ما كنتش هعرف انا هتصرف ازاي. انت رايحة فين؟ خلاص المسألة انتهت. زي ما انت شايف. دبلة مين؟ دبلة هالة اللي لبستها لها عشان نحس اننا مخطوبين. معناته ايه الكلام ده؟ معناته انه خلاص اول ما عرفت قلعت الدبلة وديتها لي. خلاص احنا مش مرتبطين. خلاص يا بواجي انا تحت امركم. شوف ايه؟ من فضلك انا ما عنديش استعداد لا اشوف ولا اسمع اي حاجة تاني. انا شفت وسمعت كتير قوي. اللي انتوا عايزينه انا هنفذه. اظن بقى مفيش كلام بعد كده. لا فيه، ولازم تسمع. مادام مش بخاطرك وغصب عنك بلاهي. بلاها ازاي؟ زي ما بقول لك وقلت لك امبارح. عارف هلا قالت لي ايه وهي بتديني الدبله؟ قالت لي يا يحيى احنا لازم نتحمل اقدارنا بشجاعه ورضا. وفين الرضا عاد؟ لو كان فيه رضا كان بان على وشك، كان بان جوا عينيك. أقول لك على حاجة يا بواجي. قول. عارف إيه اللي خلاني وافقت؟ عشان ما تزعلش الحجة، عشان تراضيها. أنا خابر، عايز أرضي المرحوم أخويا وأريحه. أنا ما شفتش النوم امبارح، كنت حاسس إنه قاعد معايا وبيقول لي كلمتين بس. خد بالك من أشرف يا يحيى. صدقني يا بواجي أنا كل ما أبص في حتة ألاقيه، اسمع صوته، شم ريحته. وحشني قوي يا بواجي. انت مش مصدقني ولا ايه يا بواجي؟ مصدقك يا يحيى، مصدقك. بس ما تقولش الكلام ده، ما تقولوش للحجة، قولها انك ما حبيتش تزعلها. بس انا مش هقول حاجه خالص. حضرتك بلغها ان انا تحت امركم. خابر انه مش هيطلع من طوعي ولا من يدي. اخرتكم يا ولاد عمران ترجعوا لاهليكم وناسكم. طيب هنعمل ايه دلوك؟ شور علي؟ قول لي اعمل ايه. بسينه. مالها بسينه؟ لازم ناخد رايها. هتقول لها اياك مرت ولادنا الشهيد وبدنا نسطرها وتبقى في وسطنا، تقول لي عليه. لازم نروح لها ونقول لها رايك ايه، ولا نكتب كتابها على يحيى من غير ما تعرفك دي؟ اروح لها انت ويحيى. ام رحيم قابلينا وناخد فاطمه وانعام، ولا ناخر الموضوع كم شهر؟ ليه؟ لاجل ما انسى اخوك؟ عمري ما حنساه. طلبه من ربنا يصبرني وكفايه. مش حصبر الا لما الاقي مرته وولده في وسط ايدي.
وبعدين اخوك ما رضيش يزعلني ووافق، ما خبرهاش بكره يجي. ايه